السلام عليكم الخوت، معكم رضا. ومن بعد 10 شهور من استخدام الفلاجشيب ديال سامسونج الاس 24 الترا واللي بقات ليه غير شهرين بالحساب ويخرج الاس 25 الترا، واش مازال هاتف يستحق الشراء وتستثمر فيه داك القدر ديال الفلوس اللي كيتعتبر شويه طالع وهاتف يعول عليه حاليا؟ ولا غنقول لك زيد تصبر شويه تسنى بدل ما تاخذ الاس 25 الترا؟ هادشي اللي غنعرفوا في هذا الفيديو واللي بصح غادي نصدمك فيه. S25 Ultra ما بقى ليه والو يخرج شهرين بالحساب وغيتعلن عليه في الجالاكسي اون باكت في شهر يناير في 2025. طبعا الحال الا ما تفرجتيش الفيديو ديال التسريبات ديال S25 Ultra هو نخليه لك هنا، كليكي عليه، ضروري تفرج في التسريبات لان 99.99% من دوك التسريبات غيكونوا مؤكده، يعني بزاف ديال المسربين عالميين اكدوا ان هذوك هما المواصفات ديال S25 Ultra والتصميم ديالو اللي فيه صدمه لبعض الناس. ولكن حاليا S24 Ultra هو اول اختيار كيجي شي واحد في دماغه الا بغى يشري فلاجشيب مزيان في الجيمين في البيرفورمانس، فتح تطبيقات وغلقها في مشاهده المحتوى لان في اكرون هربانه بزاف، الكاميرات ديالو من ناحيه التصاور ولا من ناحيه الفيديوهات، وفي البطاريه ديالو اللي عطات مده استخدام اطول من الايفون 15 برو ماكس. ولكن من بعد 10 شهور ما خرج الاس 24 الترا، واش مازال حاليا خدام؟ توخى تزادوا لي ميزاجور لي زابليكاسيون كيزيدوا يطلبوا اكثر، الاس 24 حاليا خدام ناضي كناضي في اغلب الحوايج، قلت اغلب وماشي كلشي، غنشرح لك علاش. اول حاجه الديزاين ديال الاس 24 الترا راه تقريبا بحاله بحال الاس 23 الترا اللي فاتو وبحال الاس 25 الترا اللي غادي يجي من بعده، تقريبا نفس الديزاين من غير شي تغييرات اللي هما طفيفه، شي حاجه اللي ما بيناش، ولكن فاش كتشد التليفون في يديك بحال هكا راه غيبان لك نفس التصميم اللي كاين في الاس 23 هو اللي كاين في الاس 24 الترا هو اللي كاين في الاس 25 الترا الا تاكدوا التسريبات بطبيعتها. هو التصنيع والهيكل صراحه كتحس بشي حاجه اللي قويه، كتحس بالتيتانيوم ودوك المواد المصنع بها، شي حاجه اللي راقيه، وخا الوزن ديال الهاتف ثقيل شي شويه خصوصا الناس اللي كيخدموا الهاتف بيد وحده، الصبيع غياكل العصا، ولكن المهم مواد التصنيع كتحس بالتليفون اللي هو سوليد اللي غيدوز معاك سنوات وما غيعيش. ليكرون ديالو هنايا نقدر نقول لك من افضل ليكرون اللي ممكن تاخذ فلاجشيب حاليا، لان بالنسبه ليا احسن من الايفون 15 برو ماكس ويمكن حتى احسن من الايفون 16 برو ماكس بكل صراحه، لان ليكرون هنا كتجيب حجم 6.8 انش من نوع دايناميك اموليد 2 اكس اللي بتردد ديال 120 هرتز اللي الالوان ديالها اش غادي نقول، يا سلام مشاهده المحتوى فيها غادي تبرع. انا بالنسبه ليا من كندخل نتفليكس اولا كندخل شي فيديو اللي هو دوكيومونتاري شي حاجه اللي فيها الالوان واعره، راه ما تنسخاش اني نخرج من داك الفيديو بقوه لي كولور اللي فيه زوينين والتردد ديالو 120 هرتز والسطوع ديالو اللي طالع واللي كيوصل حتى 2600 نت، صراحه شي حاجه اللي خياليه في الاس 24 الترا. واللي على ما سمعنا في الاس 25 الترا واللي بزاف ديال المسربين اكدوها ان الشاشه غتولي 6.9 انش بلس 6.8 انش، واغلب داك يعني تكبير الشاشه غادي يكون غير غينقصوا داك الحواف اللي كاينين في الاكرون ماشي الهيكل اللي غادي يزيد يكبر، يعني الناس اللي غادي ياخذوا ليكرون ديال الاس 25 الترا راه بحاله بحال الاس 24 الترا، ما كاين حتى شي فرق. بطبيعه الحال هاد القضيه نقدروا ندخلوها في استراتيجي ديال سامسونج ديال علاش غادي نحسن اولا غادي نزيد ناخذ الريسك وندير ايكرون جديده، والمقابل انها هي حاليا افضل ايكرون ممكن تاخذها في فلاجشيب، لان بالفعل اي واحد ياخذ فلاجشيب حاليا راه ما غيلقاش احسن من ليكرون ديال الاس 24 الترا. ملي كنتي غتاخذ الاس 24 الترا بطبيعه الحال راك غتاخذ فلاجشيب، يعني الاداء البيرفورمانس تليفون طياره كما تنقول، لكن راه ما غاديش يكون بحال الاس 25 الترا الا تاكدوا التسريبات بطبيعه الحال. وما تفهمنيش غلط، الاس 24 الترا مازال حاليا في 2024 في التجربه ديالي في هذا الفيديو خدام طيار، تحوس 6 تطبيقات كما بغيتي، ملايين تطبيقات ماشي غير تطبيق واحد، الجيمين تقدر تقصر بابجي باعلى جرافيك ممكن، التليفون ما تيسخن ما حتى شي حاجه، يعني خدام فرفاره كما تنقولوا، المعالج هنا سناب دراجون ايجين 3 داير خدمه نقيه بمعنى الكلمه. ولكن الا تاكدوا التسريبات ديال الاس 25 الترا راه غادي تكون قفزه كبيره في المعالج في سناب دراجون ايجين 4 فور جالاكسي، لان التردد ديالو غادي يزيد يطلع، والفيبر تشيمبر اولا يعني نسميوها نظام التبريد اولا غرفه التبريد غادي تزيد تكبر، غادي يعني ان البيرفورمانس اولا الاداء ديال الاس 25 الترا غادي يقدر يقفز بواحد النسبه كبيره بواحد 20 حتى 30% بالمقارنه مع الاس 24 الترا. واش هادشي غادي يخليني نتسنى الاس 25 وما ناخذش الاس 24 حاليا؟ لا، لان شنو ما درتي في هذا الهاتف هذا لا من ناحيه الجيمين ولا من ناحيه التطبيقات ولا من ناحيه المونتاج والرندر ديال الفيديوهات ولا من ناحيه التصاور والايديتين واي حاجه درتيها راه مازال خدام فرفاره حاليا. فحاولت نجرب هنا ببجي باعلى جرافيك ممكن، وكما كتشوف راه خدامه بواحد السلاسه كبيره بزاف، وكنظن ان واخا تخرج الاس 25 الترا والاس 26 الترا راك غتاخذ نفس الاداء لواحد 3 سنين ولا 4 سنين اللي جايه، ما غتلاحظ حتى شي فرق ما بين الاس 24 الترا وكاع لي سيري الاس اللي غادي يخرجوا من موراه واحد 3 سنين او 4 سنين. الكاميرات في الاس 24 الترا شي حاجه اللي مفرقعه كما تنقولوا، والناس اللي جربوا السيري ديال الاس عند سامسونج راهم عارفين علاش كنهضر. طبيعه الحال التغييرات بالمقارنه مع الاس 25 الترا ما غيكونش شي فرق، يعني نفس الاداء خصوصا
خصوصا في الكاميرا الرئيسيه اللي كتعطيك 200 ميجا بيكسل واللي غتصور لك تصور ناضيا، لا في ظروف الاضاءه الجيده ولا حتى في ظروف الاضاءه الضعيفه. وحتى لك انت غتصور فيديوهات راه يمكن لك تصور حتى ال 8K 30 اطار في الثانيه، يعني غادي تبرع هنايا واحد الكاميرا سيستم واحد النظام ديال التصوير اللي خطير بزاف. يعني الناس اللي غياخذوا الاس 24 الترا على قبل التصوير غادي نقول لك توكل على الله سير خذوه، لان من افضل واحسن الهواتف اللي جربتهم من ناحيه التصوير، لا من ناحيه الصور الثابته ولا من ناحيه تصوير الفيديو. من خلال التجربه ديالي الاس 24 الترا هذه المده هذه، البطاريه صراحه حسيت بها افضل بكثير من الايفون 15 برو ماكس، يعني كدوز لك مده اطول، وحاس بان المعالج هنا هو اللي داير ديك الخدمه، ماشي ال 5000 ملي امبير اللي حاطه سامسونج مع ال 45 واط كشحن سريع اللي كنتمنى ان تزيد تولي 65 واط او 80 واط، لان شفنا في الفئه المتوسطه حاليا وكاينه 80 واط، كاينه 100 واط، كاينه 120 واط عند شاومي. فكنتمنى سامسونج على الاقل في الاس 25 الترا دوز ال 65 واط او 80 واط او شي حاجه بحال. المهم البطاريه في الاس 24 الترا راه ناضيه بمعنى الكلمه، وغدوز لك مده اطول حتى ولو شريتي الايفون 15 برو ماكس. كون على يقين هذه القضيه، لان سناب دراجون 8 جي انتري هنا داير واحد الخدمه نقيه مع الافيشنسي واستهلاك البطاريه، كتحس بان الهاتف خدام طياره، خفيف كتقيمي فيه، كتفتح فيه تطبيقات بزاف، ولكن الباتري ما كتنقصش بواحد النسبه اللي كبيره. يعني هنا المعالج هو اللي تيحافظ لك على البطاريه لاقصى درجه ممكن. واخا هضرنا على التصميم، هضرنا على ليكرون، هضرنا على المعالج، هضرنا على الكاميرات، وهضرنا على البطاريه. كتبقى اهم حاجه اللي غتحتاجها بطبيعه الحال ماشي الاس بين او الستيلو اللي كاين في وسطو، لا ماشي هذا، الثمن ديالو بطبيعه الحال حاليا في المغرب، واش يستحق انك تستثمر في داك الفلوس؟ فاش تنقول تستثمر وما تنقولش تشري، اعرف ان الثمن راه طالع، يعني ماشي غتشري هاتف من الفئه المتوسطه او الفئه الاقتصاديه، هنا راه كنهضروا على فلاج شيب، يعني راه بالنسبه ليا استثمار، الواحد غادي يخدم دوك المواصفات، غادي يستافد من داك الهاتف لاقصى درجه ممكن. يعني الا كنتي غتاخذوا على انستغرام وفيسبوك وهادشي هذا كامل، غير خذ لك هاتف من الفئه المتوسطه راه غيقضي لك الغرض. انت بصح غتستافد من المعالج سناب دراجون 8 جين 3 مع الرام مع ليكرون مع الكاميرات، يعني بصح غتستافد من داك التليفون، راه غتلقاه في جديد حاليا ب 10700 درهم تقريبا بالنسبه للنسخه ديال 256، وفي المستعمل غتلقاه بشي 9300 درهم. كما العاده الا كنتي باغي تشري الاس 24 الترا، الاس 23، الايفونات، لي ماك بوك، اي حاجه احتاجيتيها غنخليك لاباج ديال جيتوس، راه كيديروا التوصيل في المغرب كامل. وهنا غنجاوبك على السؤال اللي قلت لك في البدايه ديال الفيديو غادي نصدمك فيه، واش يستحق الاس 24 الترا تشريه حاليا؟ الجواب هو لا. اي بلاتي انا غنشرح. الاس 25 الترا بقات ليه غير شهرين يخرج، في جونفي غادي يخرج، وهذا البلان غادي يخليك تسنى، لان كاينين جوج احتمالات بجوجهم مزيانين. اول واحد هما يكونوا التسريبات اللي قلنا على الاس 25 الترا صحاح، يعني تقريبا ما كاينش شي تغيير لا من ناحيه الديزاين ولا من ناحيه الكاميرات ولا من ناحيه ليكرون ولا من ناحيه كاع داكشي اللي هضرنا عليه في ذاك الفيديو. ها هو نخلي لك هنا، رجع تفرج في الفيديو ديال التسريبات الاس 25. وهنا بطبيعه الحال هذه القضيه غتلعب لصالحك، لانك غتقدر تقتصد واحد 1000 درهم على الثمن اللي كيتباع به حاليا الاس 24 الترا. يعني ما فيها باس الا تنيتي واحد الشهرين وخديتي ناقص بواحد 1000 درهم او 1200 درهم. الاحتمال الثاني هو تصدمنا سامسونج ويكونوا دوك التسريبات غالطين وتخرج لنا سامسونج شي وحش فيه بزاف ديال التغييرات بالمقارنه مع الاس 24 الترا. شحن سريع اكثر، يعني واحد 80 واط او 100 واط في الشحن السريع، بطاريه اكبر، ايكرون اكبر، بيرفورمانس او الاداء ديال المعالج يكون اقوى بواحد 30% او 40%، ديك الساعه ما غتكونش تقولبتي وغتقدر تمشي تاخذ الاس 25 الترا وانت واخد وحش ماشي هاتف. ودائما غيبقى عندك الخيار ديال تاخذ الاس 24 الترا من بعد ما يخرج الاس 25 الترا، لان الثمن ديالو غادي ينقص بطبيعه الحال. دابا انت فهمتي علاش قلت لك لا ما يستحقش الشراء حاليا، تسنى حتى يخرج الاس 25 الترا عاد قرر واش تاخذ الاس 24 الترا ولا تزيد زعم شويه وتاخذ الاس 25 الترا اللي غادي يخرج مشنشط بطبيعه الحال. فغنقول لك تريت في الاول، دائما تريت واحد شهرين او ثلاث شهور، يتقدوا الاثمنه ديال السوق وديك الساعه تزعم وخذ الاس 25 الترا. هادشي اللي كاين الخوت في هذا الفيديو، نتلاقاو في فيديو جديد، دمتم في امان الله، تهلاو.